جمعيه محاربه السيده ملي كنمشيو عندهم على مساعده كيبانوا في التلفزيون كيطلبوا بينا وكيبانوا قدام الراي العام بانهم كيساعدونا ما كيساعدونا حتى شي حاجه ملي كنمشيو عندهم كنطلبوا منهم شي مساعده كيقولنا خرجوا تفسدوا انا ما سجلتش واحد مسؤول تما قال لي خرجي الزنقه جيبي سيري دبري على اللي صرف عليك السيده منتشره قد ما انتشر مرض السكر في البنادم منتشره السيده كنطلبوا من الناس يحميوا ريوسهم وحنا ما كرهناش حنا علينا الضغط حنا علينا الضغط ما عندناش ما ناكلو كنشربوا الدواء على الجوع عباد الله وريو الناس الدواء اللي كنشربوا على الجوع وكنسعاو ما كيبغوش يعطيونا الصداقه كيقول ما دايزاش فيكم قادرين تخدموا انا عندي جوج ولاد سولوا الناس راه كنبات هنايا كنضطر بعض المرات نمشي الضمير ديالي واخا عندي ضمير ما بقى وراه كنقتلو ملي كنشوف الدراري كيموتوا بالجوع جيو يوميا وديروا عيد دوره هنايا وغتشوفوا الناس كيفاش كيباتوا في الزنقه هذوك اللي كيبانوا كيشهدوا شهادات ضد الواقع وكيشهدوا بشهادات ضد الواقع اللي كيعيشوا المرضى هذوك الناس مستافدين من الجمعيه وكتخلصهم ويوميا كيمشيو ياخذوا من عندهم اللي بغاو اما حنا الواقع الاكثريه هي اللي كتعيش واحد المأساة كارثيه حنا كنعيشوا كارثه هنا في المغرب واحد المثال ديال كنعيشوا حنا وليدات صغار حنا ولاد صغار كنمشردين بالزنقه ملي انا الضمير تاعي قتلت ضميري ما بقاش عندي ضمير ولا اللي بان لي في الزنقه كنمشي معاه ما عنديش ما نوكل ولادي كيفاش غندير انا تنوكل هاد الدراري كيبكيو عليا انا كنصبر كنشرب بعض المرات الدواء على الجوع هذا اللي كتشوف فيه على الجوع والماء ولكن ولادي كيبكيو عليا كنخرج الزنقه الناس ما كيعرفونيش كنمشي معاهم ادويه بيريمي هذه تقريبا واحد دوم عطاو للناس عطاو لينا ادويه بيريمي فايت منتهيه الصلاحيه الناس في اوروبا لاحوها وما شراو من عندهم وفرقوا على المرضى وقال لك كاين ظاهر كيقول بانه هذه الادويه راه دازت عند الابراتوار ديال الرباط راه مقبوله المشكل عندكم مع من بالضبط مشكل مع لايسنس شخص من شخص هكلا ما كيتعاملوش مع المرضى المرضى كلهم كيتعاملوا عليهم ماشي انا الوحيد اللي عندي مشكل كلهم هاد الناس هادو ومن غير هادو هاد الناس ما كيبغوش يبانو دابا هادو اللي بغاو يبانو هما راه كاين واحد العدد ديال البشر كاين واحد بزاف 600000 واحد هاد دوا بيريمي خويا هاد دوا بيريمي ها لا كديرو هاي صور الله يحفظك هاد الثلاثة الثانية هي هما راه كنحكو الملاير